ما يزال الغموض يخيم بشدة على الوضع في الموانئ اليمنية، خصوصا تلك التي تقع تحت نفوذ ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة، بالترافق مع الأنباء التي تحدثت عن دخول سفن شحن إلى موانئ المحافظة دون إخضاعها للتفتيش. مصادر ملاحية كشفت عن تغاض من قبل الجهات الحكومية المعنية حول تحويل مسار سفن تجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة ودخول العديد من السلع دون تفتيش، بالتوازي مع ضغط دولي على الحكومة للسماح بتوسيع الملاحة في موانئ الحديدة كبادرة حسن نية لتحقيق تقدم في مشاورات سلطنة عمان. ومساء الأربعاء أصدرت وزارتا النقل والصناعة والتجارة بيانا مشتركا نفت فيه وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة. وتضمن البيان تهديدا باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار والوكلاء أو وكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات. ومع التأكيدات بدخول سفن شحن إلى موانئ الحديدة، وصفت وزارتا النقل والصناعة والتجارة ما يجري من حديث حول هذا بأنه شائعات ومحض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي الاقتصادي وفيق صالح. وفيق، أهلا وسهلا بك. تناقض حكومي حول توسيع حركة الشحن التجاري في موانئ الحديدة، هل فعلا وصلت السفن التجارية إلى ميناء عدن؟ في الحقيقة من خلال تتبع كشف حركة السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، تبين أن هناك 7 سفن وصلت إلى الميناء خلال اليومين الماضيين. إلى ميناء الحديدة. إلى ميناء الحديدة بالفعل، منها تحمل مشتقات نفطية ومنها تحمل سلع وبضائع لأول مرة منذ بدء الحرب قبل 8 أعوام، رغم أن السفن الحاويات كان ممنوع أو مفروض قيود التحالف على عدم وصولها إلى ميناء الحديدة، ويتم ذهابها إلى ميناء عدن والموانئ الخاضعة للمناطق لسلطة الحكومة الشرعية. لكن حاليا أعتقد أن هناك في تخبط حكومي أو عدم وضوح في الرؤية جراء ما يحدث. هناك مفاوضات تجري من تحت الطاولة بين التحالف وبين السعوديين، منها ملف يتعلق بالجانب الأمني والعسكري وملف يتعلق بالجانب الاقتصادي. أعتقد أن الحكومة للأسف الشديد غير مطلعة أو لا تدرك ماذا يحدث. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أسطول سفن أو سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة مجرد صفة أو مخالفة من قبل شركات الملاحة الدولية أو التجار والمستوردين أنفسهم، وإنما هذا الأمر أعتقد أنه تم السماح له من قبل التحالف، لأنه لا يمكن هذه الشركات ولا يمكن التجار والمستوردين ولا يمكن أيضا خطوط الملاحة الدولية أن تجازف هذه المجازفات الكبيرة إذا لم يكن التحالف راض عن هذه الخطوة. كيف تنظر إلى إرغام الحوثيين للتجار على الاستيراد من ميناء الحديدة؟ طبعا ميليشيا الحوثي هي تضغط بكل موجات القوة على تحويل الحاويات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة. هي تريد أن تضرب ميناء عدن وبقية الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة لصالح تفعيل نشاط حرك والملاحة البحرية لميناء الحديدة. وهذا الأمر يمنح امتيازات كبيرة، امتيازات أولا تشرعن سيطرتها على المؤسسات العامة والموارد السيادية والمناكب السيادية، ويشرعن عملية نهب الإيرادات التي قامت بها ميليشيا الحوثي طوال السنوات الماضية في المناطق التي تسيطر عليها. أعتقد إذا تم فعلا والحكومة وافقت على هذه الخطوة وتم الاتفاق أيضا مع التحالف وتم تحويل حركة الحاويات إلى ميناء الحديدة، فالمتضرر الأول والأخير هو ميناء عدن أولا، ثم الحكومة لأنها تتفقد مصدر كبير من مصادرها الإيرادية وستتحول هذه المصادر الى ميليشيا الحوثي. هذا الامر سيمنح ميليشيا الحوثي عنصر تفوق في الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي.
رغم ان ميليشيا الحوثي لم تفي باي بند من البنود التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين او الانفاق على الخدمات الاساسيه والعامه للمواطنين. واعتقد ان الحكومه هنا امام تحدي حقيقي في هذه المعركه الاقتصاديه، اما ان تكون او لا تكون. اذا استمرت الامور تسير لصالح ميليشيا الحوثي فلا شك ان الخاسر الاكبر مما يحدث الان من مفاوضات اقتصاديه تحت الطاوله هي الحكومه الشرعيه. نعم، وصلت الصورة. الصحفي الاقتصادي وفيق صالح كنت معنا، شكرا جزيلا لك.